السلام عليكم، كنقدم لكم راسي. الاسم ديالي محمد شباني ادريسي، لاج ديالي 32 عام، بطل المغرب في رياضه كمال الاجسام والفيتنس في كاتيجوري مانس فيزيك. لعبت في مباراه اختيار المنتخب الوطني، حصلت على الرتبه الاولى وتعزلت مع المنتخب وسافرت مع المنتخب الوطني، مشيت لواحد البطوله في البرتغال، مي داكشي ما كانش زعما بيان اورغانيزي. ابري سا مشيت لميستر اولمبيا بورتغال، لعبت فيها، دخلت في التوب 6. دابا في هذا العام ديال 2020 وجدت لواحد البطوله اللي هي كبيره وعالميه، اللي كانت في البرازيل، اللي هي ماسل كونتيست. الحمد لله تمكنت من الاحراز على جوج ديال الالقاب في البطوله الاولى، اللي هما جوج ذهبيات، جوج مراكز اولى. ومن بعد شجعوني الناس اللي كنعرفوا صحابي وقالوا لي خليك، مع كانت وحده اخرى، كان فرق ديال سيمانه بين الاولى والثانيه، قالوا لي خليك وحاول تزيد تلعب على الثانيه باش تشوف الى قديتي تحترف. داكشي اللي درت، جلست في البرازيل زدت سيمانه، عاودت لعبت، والحمد لله جبت الرتبه الثانيه في البرو كاليفر، في هذيك البطوله اللي تخليك تحترف، جبت رتبه ثانيه والحمد لله عجبني، رضيت على النيفو اللي لعبت به، وان شاء الله باقي من هنا لقدام باقي غادي نحسن من النيفو ديالي، نزيد نطلعو باش نمشي نحترف، نكون اول مغربي كيوجد في المغرب، كيبريباري في المغرب بمكونات مغربيه، وكيمشي كيلعب في العالميه، وكيحرز على القاب ورتب عاليه الحمد لله. هذا تكريم فريمون البطل ديالنا المغربي اللي شرفنا في الديار البرازيليه وهز الترابو ديال المغرب وجاب تبارك الله 4 ديال لي ميداي. كما شفتوا معنا اليوم كان تكريم تاع البطل العالمي سيمو ادريسي اللي شرف المغرب في الديار البرازيليه وجاب لنا تبارك الله 4 الالقاب، منهم دو بروميير بلاس اي دو دوزيام بلاس، وتبارك الله شارك حتى في الكلاسيك فيزيك اللي هي كاتيجوري صعيبه بزاف وفريمون مثلنا احسن تمثيليه. الوغ درنا ما كان يمكن لنا نديرو من جهدنا، استقبلناه في المطار، درنا المجهود ديالنا باش نديرو له واحد العرس باش نحتفلوا به، باش يحس باننا رحنا معاه وكنا معاه وقلوبنا معاه وكلنا معاه. بالنسبه للمشاركات اللي جايين من قدام، الحمد لله دابا طونك انا كنلعب على انترناسيونال اي اف بي بي برو ليغ، اللي هي الاحسن اتحاد ديال البادي بولدينغ في العالم، اللي مالوغوزمون مازال ما دخلش المغرب، الوغ كو دخل تونس، دخلت مصر، دخلت الجزائر، دخلوا بزاف ديال الدول الشقيقه اللي بحالنا بحالهم ما فايتيننا بوالو. هذاك الاتحاد عندهم بزاف ديال البطولات اللي هما مؤهلين للاحتراف. البطوله الجايه كنظن الى كتاب ولا لقيت كيفاش ندير، حيت هادشي راه ماشي ساهل، كيحتاج بزاف ديال الفلوس وبزاف ديال الدعم. الى لقيت كيفاش ندير ولقيت اللي يدعمني، راه بيان سور غادي نمشي نشارك في ارنولد كلاسيك، كاين في شهر 4 في البرازيل ان شاء الله. سينو راه غنصبر راسي تنعاود نجمع فلوس وهادي باش نعاد نقدر نمشي نسافر، باش نمشي نلعب في بطوله اخرى، باش نحاول نجيب الاحتراف ديالي، واخا راني قريب منه، مي خاص امكانيات هما كل شيء. اما باش نبقى نخسر على راسي، راه ديجا في هذه البطوله هذه راه خسرت بزاف ديال الفلوس من جيبي، حتى واحد ما عاوني حتى شي حاجه من غير القليل من عند مالين الدار، عائله وديك الشيء، زعما الا احتاجيتي في وقت الحزه وصافي، اما باش تسافر وديك الشيء راه كل شيء كيكون على حسابك. طبعا هو لاعب منتخب وطني في رياضه بناء الجسم، تخصص المان فيزيك. طبعا مؤخرا ما شاء الله دار واحد الانجاز اللي هو لعب في بطوله دوليه ماسل كونتيست، خدا فيها 4 القاب، منهم 2 ذهبيتين و2 فضيتين. اليوم ما شاء الله طبعا المشوار ديال هاد اللعبه، باش نهضروا ونكونوا صريحين، اللعبه هذه من اصعب اللعب الرياضات، لانها كتحتاج واحد الدعم مادي اولا ومجهود على مستوى التدريب والتغذيه. فالحمد لله الدري كان من، انا سهرت على الجانب التدريبي ديالو، كان ما شاء الله من الشباب الملتزمين والمنضبطين، وعنده صراحة واحد المستقبل زاهر انه يمثل المغرب ويحصل اللي يوصل للمسرح الذهبي اللي هو المسرح ديال مستر اولمبيا اماتير. نتمنوا ليه التوفيق، نتمنوا لجميع الشباب، لان هاد الرياضة ولات كتعرف واحد اتساع ديال القاعدة الجماهيرية ديالها، وان شاء الله يكون هو القدوة للشباب اللي جايين. علاقة ديالي بالجامعة الملكية لرياضة البادي بولدينغ علاقة
ميته دونك ما عمرهم عقلوا عليا حتى شي حاجه. مشيت معاهم كلاعب رسمي للبرتغال المنتخب، نورمالمون ما كتمشي كلاعب رسمي، عندك الحق في واحد مساعده ماديه مع عند الجامعه ما عطاوهاش ليا، ومن بعد زعما ما داروا لي لا حفل تكريم، عيط داروا حفل تكريم الابطال ما عيطوش ليا باش ما عطاونيش هذوك الفلوس اللي كنت كان لحقي هو نورمالمون، ما عرفتش شحال كيعطيو فيه. المهم ما شفتش هذوك الفلوس، صافي من تما انايا فهمت بان راه ما كاينش اللي يدعمك وما كاينش اللي يعاونك، كنعولها على راسي، كنخسر على راسي وكنهز الدرابو لبلادي، وهذا الشيء اللي كاين ولراسي بيان سور. Thank you.